السلام عليكم، يعطيكم العافية. وعليكم السلام دكتور. شو بشوف العدد اليوم 20. راح يجي حدا ولا خلص؟ وين الباقي؟ طيب اليوم راح تكون إن شاء الله الصوت واضح؟ واضح دكتور. طيب اليوم راح نحكي عن الهيستولوجي اوف ذا سكين. بس آخر مرة. طيب في راح يجي طلاب ولا خلص بكفي هيك الماكسيموم تاعكم؟ اتوقع عشانها اخر ايام بالسيستم، يعني هيك اتوقع طبيعي. شو اللي اخر ايام؟ ما كل السيستم اسبوعين، شو فيها اخر ايام؟ طيب ماشي. المشكله وقت الامتحانات بيجوا بصير يحكي لك بونص وما بونص واسئله غلط واسئله صح، هم محاضرات ما بيحضروا. طيب ماشي بنداويكم يا همام. طيب احنا شغف دكتور. ايش؟ احنا شغف. انت شغف؟ لا شغف ولا همام؟ لا احنا شغف باشن. انت شغف. اوكي يا شغف، من داويكو يا شغف. طيب راح نحكي اخر محاضره لي اللي هو الهيستولوجي للسكنز. المحاضره ان شاء الله راح تكون بسيطه، يعني مش ما فيهاش شيء. اول شيء مثل ما بنعرف انه السكن، طبعا في غيرك هون، في غيرك حد سامعني؟ الو سامعينك دكتور، سامعينك. معك دكتور. يلا كويس. طيب بالنسبه للسكن، السكن مثل ما بتعرفوا هو اللارجست، يعتبر اللارجست اورجن بالبادي، وبيعمل كمان هو يعتبر الهيفيست اورجن بالبادي، حوالي 16% من البادي ويت. طبعا مثل ما بنعرف وين موجود؟ على الاكسترنال سيرفيس للبادي. طبعا هو اكت از بروتكتيف بارير، بيحمل الانترنال ستراكشرز من التروما، من الراديشن، الالترا فايلت راديشنز، من التوكسينز، من البكتيريا. هذا كل ايش؟ اذا هو ايش المين فانكشن له؟ يعطي بروتكشن للانترنال ستراكشرز. تمام. الثيكنس بتختلف من مناطق لمناطق. عاده الثيكنس الثينست موجود بال 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 بالايليدز. تمام. اللي هو اقل من تقريبا 0.05 حتى مليمتر. ثيكست سكن موجود بالابر باك 5 مليمتر. تمام. هلا راح نقسم السكن بشكل عام لثين سكن الموجود بكل البادي بارتس، او لثيك سكن. الثيك سكنز مثل الثيك الموجود وين؟ في البالم وفي السول للفوت. تمام. هلا راح نيجي نحكي عن الثيكنس، يعني الكلاسيفيكيشن للسكن حسب الثيكنس. تمام. بس نعرف انه هو اذا السكن هو اللارجست، يعتبر اللارجست اورجان، هو يعتبر اورجان من البادي، اللارجست اورجان بالبادي. ايش كفر الاكسترنال، موجود على الاكسترنال سيرفيس للبادي، بيعطي المينلي الفانكشن له، يعطي بروتكشنز. هلا برضه نحن نحكي عن هذا فانكشن للسكن. مثل ما بنعرف السكن بتكون من تو لايرز، تو مين لايرز. واحدة سوبرفيشال ابيثيليال لاير بنسميها الابيديرمس، وتحتيها كونكتيف تيشو لاير بنسميها الديرمس. تمام. اذا عندنا تو لايرز، سوبرفيشال ابيثيليال لاير ابيديرمس،
وتحتيها الديرمس، تمام؟ تحت السكن هلا في عندنا لاير بنسميها الهايبوديرمس، او بنسميها السبكوتينيوس لاير، او بنسميها السوبرفيشال فاشيا، تمام؟ هذه لاير مفصول عن السكن، مش نت بارت من السكن. السكن بس عندنا ابيثيليوم وتحتيها لاير من الكونكتيف تيشو اللي هو الابيديرمس، وتحتيها لاير من الكونكتيف تيشو بنسميها الايش الديرمس، تمام؟ تحت السكن هلا الهايبوديرمس او السوبرفيشال فاشيا اللي هي عباره عن لوس كونكتيف تيشو بتحتوي على لارج نمبر من الفات سيلز، هاي بنسميها السوبرفيشال فاشيا، تمام؟ دهون طبقه الدهون مع اللوس كونكتيف تيشو الموجود تحت السكن، هذه ايش نوت بارت اوف ذا سكن. طيب هذا نشوف الابيديرمس اللي هي ابيثيليال لاير، وهذا الديرمس اللي هي الكونكتيف تيشو لاير تيجي تحتيها. طبعا تحتيها مثل ما حكينا الهايبوديرمس او السوبرفيشال فاشيا، نشوف كيف معبي فات سيلز، هذا ايش نوت بارت اوف ذا سكن، تمام؟ من الفانكشنز للسكن مثل ما اول شيء بروتكتيف فانكشنز مثل ما حكينا، اللي هو السكن موجود على الاكسترنال سيرفيس بيشتغل زي بيعطي بروتكشن او بروتكتيف بارير، بيحمي كل الانترنال ستراكشر بتاعت الانترنال ستراكشر للبادي، بيحميها من ايش مثلا مثل ما شايفين هون الالترا فايوليت راديشنز، من التوكسينز، من البكتيريا، من التروما او اي شيء، يعني هو بيعطي جنرال بروتكشنز للانترنال ستراكشرز. برضو كمان في سنسوري فانكشنز، هلا النيرف اندينج والريسبتورز تاعات الجنرال سنسيشن مثل البين، التاتش، التمبريتشرز، كلهم موجودين بالسكن، تمام؟ الى سيكريتوري فانكشنز مثل السويت سيكريشنز، تمام؟ وبرضو كمان عندنا ايش برضو هو السويتين كمان بتحكم بالبادي تمبريتشرز. طيب وايش كمان سينثيتيك فانكشنز، فيتامين دي، ووتر بالانس، يعني هذا بشكل عام جنرال فانكشنز للسكن، تمام؟ شوفوا طلعوا عليهم، يعني مش مطلوبين منكم هم بس، يعني كويس انكم تكونوا عارفينهم يعني شو الفانكشنز اللي ممكن تكون للسكن، بالاضافه انه هو بروتكتيف بارير. طيب نيجي هلا على الهيستولوجي. مثل ما حكينا في عندنا السوبرفيشال لاير من الابيثيليوم بنسميها الابيديرمس، تمام؟ شو نوع الابيديرمس هون؟ شو نوع الابيثيليوم؟ ستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ابيثيليوم. شو يعني هذا الاسم؟ نقدر ناخذ مواصفات عن هذا الابيثيليوم. ستراتيفايد شو يعني؟ مالتي لاير، اوكي، بتكون مالتيبل لاير. وسكويموس هو معناها حرشه، يعني ايش حرشفه او شكلها سكويموس. يعني عاده احنا لما كنا نحكي عن الكلاسيفيكيشن في الهيستولوجي، اذا بترجعوا للسنه الاولى، كنا الابيثيليوم متقسم يا اما ستراتيفايد يا اما سمبل. اذا كان ون لاير بنسميه سمبل، اذا كان مالتي لاير بنسميه ستراتيفايد. وبعدين بنشوف بعدين كمان يصنف حسب الشكل الخلايا الموجوده على السيرفيس. هون ستراتيفايد سكويموس يعني مالتيبل لاير، والخلايا اللي على السيرفس تكون شكلها سكويموس، تمام؟ وكونها معبية بنسميه ستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ابيثيليوم. هلا في عندنا تو تايبس من الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، في ستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ابيثيليوم اللي هو الموجود في السكن اللي هي الابيديرمس، هذا هو المكان موجود مكان موجودها بس، يعني ما مش موجود بأذر بارت من البادي. في الستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد ابيثيليوم، استراتيفايد سيكويمس نان كيراتينايزد ابيثيليوم مثل الموجود بالأورال كافيتي أو بالنيزل كافيتي أو حتى بالأنال كانال، تمام؟ مش مهم هذا، المهم أن نعرف أن الإبيديرمس هي إبيثيليال لير، هي عبارة عن استراتيفايد سيكويمس كيراتينايزد ابيثيليوم. السل الموجودة في الإبيثيليوم هاي السلز بنسميها الكيراتينوسايت، تمام؟ طبعاً الإبيديرمس راح يتكون من 5 لير، بيزل لاير، ستريتم بيزال او الستريتم والستريتم سباينوزم والستريتم جرانيولوزم والستريتم لوسيديوم والستريتم كورنيا، تمام؟ هلا في عندنا لاير 4، لاير 4 موجوده بس بالثيك سكن. ثيك سكن مقصود فيه هون مثل السكن الموجود على البالم، على كفه اليد او الصول للفوت، تمام؟ هذا الثيك سكن. بس بشكل عام الابيديرمس بتكون من 5 لايرز، تمام؟ شو نوع الابيثيليوم في الابيديرمس؟ ستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ابيثيليوم. إن شو اسم السيلز؟ السيلز الموجودة داخل الإبيديرمس بنسميها كيراتينوسايت، تمام؟ طيب هنيجي على اللايرز. طبعا مثل ما حكونا أول لاير ستريتم بيزال أو يسموها البيزل لاير، طبعا أول لاير اللي تيجي إن كونتاكت
مع البيسمنت ميمبرين، وفي فوقيها ثيكس لاير اللي هي ستريتم سباينوزم، وبعدين عندنا لاير من تقريبا من 4 إلى 5 لاير من السلم نسميها الستريتم جرانيولوزم، بعدين عندنا الستريتم ريسيديوم. ستريتم ريسيديوم مثل ما حكينا موجوده بس بالثيك سكن، وبعدين عندنا السوبرفيشال لاير اللي هي الستريتم كورنيا. طبعا السوبرفيشال لاير هي عباره عن ديد سيلز، يعني خلايا ميته تمام بس معبيه كيراتين وعامل اللاير هذا، انا راح نحكي عنهم بالتفصيل. طيب نيجي على اول لاير. طبعا هلا هون مثل ما حكينا، طبعا احنا هون هذا السكن، طبعا هون عندنا الابيديرمس، كله هذا ابيديرمس مكون من 5 لايرز تمام، وتحتيها الديرمس. الديرمس اللي هي الكونكتيف تيشو لاير الموجوده تحت الابيديرمس. اصلا في البادي اذا بتذكروا في الهيستولوجي ما في ابيثيليوم، دائما الابيثيليوم تحتيه ايش في البادي؟ ممكن الابيثيليوم يجي لحاله، دائما تحتيه الابيثيليوم. شو في عندنا؟ كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو ليش؟ شو الهدف من شو الفانكشن الكونكتيف تيشو؟ سبورت، تعطي سبورت، ميكانيكال سبورت. برضو كمان نعرف انه الابيثيليوم دائما اي فاسكولار، ما فيهوش بلاد فيسلز وما في نيرفز تمام، لذلك هو غير انه لذلك دائما اي ابيثيليوم دائما لازم يكون تحتيه كونكتيف تيشو. هلا الكونكتيف تيشو ما دام انه الابيثيليوم ما في بلاد فيسلز، كيف تصلوا النيوتريانتس؟ النيوتريانتس راح تصل للكونكتيف تيشو الموجود تحت الابيثيليوم، وبعدين عن طريق الديفيوجن تصل النيوتريانتس للسل الموجوده في الابيثيليوم تمام. اذا هون اللي احنا شايفينه عندنا ابيديرمس وفي عندنا الديرمس، الكونكتيف تيشو اللي تحتيها. الابيديرمس لحالها بتكون من ايش؟ من 5 لايرز، هلا راح نحكي عنهم واحد واحد. واضح لحد الان؟ في اسئله؟ تمام دكتور. طيب اول لاير من السكن من الابيديرمس نسميها البيزل لاير، ستريتم بيزل تمام. البيزل لاير اللي هي اللايرز من السيلز الموجوده على السيرفيس، اللي موجوده ان اتاتشمنت مع البيسمنت ميمبرين. هلا اللي بيفصل الابيثيليوم عن الديرمس عن الكونكتيف تيشو، في عندنا بيسمنت ميمبرين صح؟ في عندنا بيسمنت ميمبرين موجود هون تحت الابيثيليوم. لاير من السيلز اللي بتيجي ان اتاتشمنت مع البيسمنت ميمبرين شو بنسميها هذه؟ البيزل لاير. البيزل لاير مين اللي بيحتوي على ايش؟ ستيم سيل. ستيم سيلز هاي بتتميز انها ايش؟ عندها الميتوتيك ديفيجن از فيري اكتيف تمام؟ عشان اي خلايا بتروح عشان تعوض دائما هي مسؤوله عن الرينيوال للكيراتينوسايت تمام؟ هلا راح نشوف كيف الماتوريشنز. هلا الستيم سيلز، هلا الخلايا بشكل عام الكيراتينوسايت بروديوست هون من البيزل لاير. ليش؟ لان حكينا هي تعتبر الستيم سيلز تاعت الكيراتينوسايت تمام؟ وبعدين راح تصير تتحرك بشكل تدريجي للاعلى، كل ما تحركت للاعلى راح تصير شكلها يختلف، تصير مور فلاتند، تصير لها ديهايدريشن وتتعبى بالكيراتين، هذا بسموه الماتوريشن، لحتى يصير اخر شيء تصير تعمل ايش؟ يعني السيلز الموجوده هون راح جرادجولي تتحرك موف ابورد ويصير لها ماتوريشن، اخر شيء شو بصير لها؟ بصير عباره عن طبقات من الكيراتين، يعني ديد سيلز معبيه بالكيراتين وديهايدريتد سيلز تمام؟ واضح؟ طيب اذا الاول لاير البيزل لاير هي ايش؟ مجموعه السيلز الكيراتينوسايت اللي ايش؟ تيجي بيربندكولار على البيسمنت ميمبرين، وهي تعتبر الستيم سيلز مسؤوله عن الرينيوال للايش؟ للابيديرمال سيلز. طيب لذلك هم هذول هم ايش؟ مثل ما حكينا ما دام انها هي ستيم سيلز، اذا هي المسؤوله عن يعني هي هي اللي بتعوض الخلايا اللي بصير لها سلافت اوف من الـ من الـ من السيرفيس. يعني احنا السكن بشكل مستمر بصير في له تجدد، في عندنا من السيرفيس خلايا بتروح اللي هي ديد كيراتينوسايت تمام، معبي كيراتين، وبيجي بدالها خلايا من الستيم سيلز. في عندنا الميتوتيك ديفيجن هون فيري اكتف بالبيزل لاير. واضح؟ هلا البيزل لاير طبعا شو نوع الجانكشنز؟ سيلولار جانكشنز. في عندنا الهيميديزموزومز اللي هي كونكت السيلز بالبيزل لاير مع البيسمنت ميمبرينز، وفي عندنا ديزموزومز اللي هي كونكت السيلز بالبيزل لاير مع السيل باللاير الثاني اللي هي الستريتم سباينوزا تمام. بس هون انواع السيلولار جانكشنز تعرفوهم، هيميديزموزومز والديزموزومز. اتوقع هذول يعني المفروض انكم درستوهم قبل هيك.
بس هون مطلوب منكم بس تعرفوا شو اسمائهم بس. واضح؟ اذا اول لاير شو مسميها؟ يلا مين جاوبني؟ ستريت اند بيزلي. تمام، او البيزل لاير. شي هذه اللاير؟ اذا هي سنجل لاير، اول لاير، اللاير اللي تيجي ايش؟ لاير اوف سيلز اللي موجوده ايش؟ بيربنديكولار على البيسمنت ميمبرينز، تيجي ان اتاتمنت مع البيسمنت ميمبرين. شو الفانكشن لهذه السيل؟ لهذه اللاير؟ فيها ستيم سيلز. هي ستيم سيلز مسؤول عن النيو ولا الكيراتونوسايت او الابيديرمال سيلز. تمام. هلا بشكل حكينا دائما في خلايا بتروح عن السيرفس بتتعوض عن طريق ايش؟ الميتوتيك ديفيجنز اللي بصير في البيزل لاير. طيب اللاير الثانيه اللي هي الستريتم سباينوزا او بسموها بريكل سيل لاير. بريكل سيل لاير هلا راح نشوف ليش بسموها بريكل سيل لاير. الستريتم سباينوزا هي ثيكس لاير. تمام. هي ثيكس لاير من في الابيديرمس. طبعا شكل السيلز بوليهيدرال. بوليهيدرال معناته لها اكثر من سيرفيس. النيوكلياي مثل ما شايفين هي راوندد او اوفال نيوكلياي، والسيتوبلازم برومينانت سيتوبلازم. تمام. هلا الديزموزومز، الديزموزومز الموجوده بتوين السيلز، الديزموزومز اللي هي سيلولار جانكشنز بين السيلز، بتبين مثل السباينز او البريكلز. تمام. بريكلز يعني مثل شو البريكل؟ يعني شو بالعربي بريكل؟ حدا بيعرف شو يعني بريكلز؟ اللي هي الشوك. تمام. هذا الابيرنس لها، عشان هيك الستريتم سباينوزا بنسميها بريكل سيل لاير. تمام. اذا هي ايش؟ ثيكست لاير موجوده في الابيديرمس، بسموها بريكل سيل لاير بسبب شكل الديزموزومز، الابيرنس تاع الديزموزومز اللي هي الديزموزومز مع التونوفيبريلز. هاي شايفين الديزموزومز بين السيلز والتونوفيبريلز الموجوده على الايش؟ على الانر سيرفيس للسيل ميمبرين. تمام. طيب بعدين عندنا ستريتم جرانيولوزم. ايش عندنا بعدين؟ ستريتم جرانيولوزم. ستريتم جرانيولوزم من 3 إلى 5 لايرز اوف فلاتن بوليجونال سيلز. هلا تميز هاي، هذول شايفينهم اللاير. تمام. هلا بتميز هذه الخلايا بوجود الكيراتوهايلين جرانيولز اللي هي بعدين راح اللي هي راح بعدين تعمل برودكشن للكيراتين. واضح؟ هذا شو نسميها؟ ستريتم جرانيولوزم. طيب اذا عندنا، صار عندنا كم لايرز؟ رجع هون. اول لاير شو اسمها؟ يلا شباب صبايا. ستراتم بيزال. البيزال لاير. بعدين عندنا ستراتم جرانيولوزم. قلنا هذول البيزال لاير بتحتوي على الستيم سيلز. بعدين عندنا ستراتم سباينوزم، هاي الثيك لايرز من السيلز. بعدين عندنا ستراتم ايش؟ جرانيولوزم. ستراتم جرانيولوزم بتتميز انها فلات سيلز وبتحتوي على الكيراتوهايلون جرانيولز اللي هي راح تعطينا الكيراتين. واضح؟ بعد الستريتم جرانيولوزم في عندنا الستريتم لوسيديوم. هاي هي عباره عن ترانسلوسنت سيل لاير من السيلز، موجوده بس وين موجوده؟ موجوده بس بالثيك سكن. تمام. هاي شايفينها هون فوق الستريتم جرانيولوزم. اذا هون عندنا، صار عندنا طبعا هذا الديرمس كونكتيف تيشو مناش فيه. هلا بنحكي احنا وين؟ عن الابيديرمس. اول لاير كانت بيزل لاير، بعدين ستريتم سباينوزم، بعدين عندنا هذول اللي بتحتوي، شوف بنشوف داخلها جرانيولز من الكلر تاعها، كيراتوهايلين جرانيول بنسميها ستريتم جرانيولوزم، وفوق الستريتم جرانيولوزم في عندنا الستريتم لوسيديوم. هي ترانسلوسنت لاير من اكستريملي فلاتنت سيلز، هي ديد سيلز هون موجوده بس بالثيك سكن، يعني بالسكن للبالم والسول للفوت. تمام. طيب اخر شيء على السيرفس في عندنا الستريتم كورنيا. الستريتم كورنيا طبعا هي مثل ما شايفين من 15 ل 20 لايرز. هذول الستريتم كورنيا، السيلز الموجوده في الستريتم كورنيا الموست سوبرفيشال لاير، بتميز انها ايش؟ فلاتن سيلز، يعني فلاتن ودي هايدريتد وايش؟ وفيلد بالكيراتين. تمام. يعني الخلايا ما فيها نيوكليس خالص، الخلايا هون ديد، ليش؟ انها تعبت بالكيراتين، فعملت الخلايا عملت طبقات من الكيراتين. واضح؟ هذا الستريتم كورنيا.
طيب مثل ما حكينا طبعا البرودكشن للكيراتينوسايت وين بصير اول شيء؟ بالبيزل لاير. مثل ما حكينا كل ما تحرك للسيرفس هلا كل ما كل ما تروح في عندنا جزء من الخلايا جزء من الكيراتين راح يصير له سلافت اوف يعني راح يعني يوضع تمام من السكن. هلا راح يتعوض بايش؟ بصير عندنا مايتوتيك ديفيجن بالبيزل لاير، فالسيل بتصير تتحرك ايش؟ موف ابورد يعني من الـ من الـ من الـ من الديب لاير للسيرفس لاير، هم يتحركوا ابورد الخلايا بصير لهم ماتوريشن. شو الماتوريشن اللي بصير؟ السيلز بصير مور فلاتنت، بصير دي هايدريتد، وبصير فيلت بالكيراتين تمام لحد يوصل اخر شيء ايش تعملوا السيلز خلايا اللي هي الستريتم كورنيا. واضح؟ طب شو الفانكشن؟ طبعا هذول مثل ما حكينا الستريتم كورنيومز مثل ما حكينا هي ايش عباره عن ديد سيلز بس معبي طبقات من الكيراتين. شو الفانكشن للكيراتين؟ الكيراتين مثل ما هو مثل ما حكينا بيعطي بروتكشن، بيمنع التوكسينز، بيمنع البكتيريا، وبرضه بيمنع الووتر لوس من الانترنال ستراكشرز ومن الـ من الـ من الديب لاير تاعت السكن، وبرضه كمان اكت از ووتر بروف للسكن تمام، يعني بيمنع دخول الووتر حتى الووتر والليكويدز باتجاه يعني لداخل الجسم او للانترنال ستراكشرز او للانترنال لاير من السكن. هذا وظائف الكيراتين الموجودين في السيرفيس لاير. واضح؟ هلا هون انا بدي يعني انا اشياء المطلوبه منكم بالسيرف بس من الاشياء الموجوده بالسلايدز بس يعني كل لاير شو الفانكشن تاعته. واضح؟ مين عيد اللايرز تاعت السكن تاعت الابيديرمس؟ ستريتم بيزلي بعدين الستم سيلز تمام، وبعدين ايش؟ سباينوزم. سباينوزم هي الثيك معظم الثيكنس من الابيديرمس تيجي من ستريتم سباينوزم، وبعدين السيلز جرانيلوزم. جرانيلوزم ايش بتتميز؟ فيها الشيء اللي بيفرز الكيراتين، السيلز اللي بتفرز فيها جرانيولز حتى من كرتها فيها من هي من 3 الى 5 لايرز فيها جرانيولز الكيراتوهايلين جرانيولز اللي هي راح تعطينا الكيراتين. وبعدين عندنا ايش؟ لوسيديوم. اللوسيديوم من الاسم هاي هي ترانزلوسنت لاير مش موجود غير بالثيك سكن تمام. وبعدين كرينيوم او كيريان كورنيوم. كورنيوم هي عباره عن من عندنا 15 ل 20 لاير من الديد سيلز. سيلز يعني فيري ديهايدريتد تمام، ديهايدريتد ومعبيه بالكيراتين وما فيها نيوكليا يعني ديد سيلز تمام. طيب نسميهم الستريتم كورنيا. طيب هلا بالاضافه للكيراتينوسايت، هلا معظم السيلز الموجوده داخل الابيديرمس بنسميها الكيراتينوسايت. في عندنا اذر 3 تايبس من السيلز هي طبعا اكيد لس كومن بس موجوده في داخل الابيديرمس اللي هي الميلانوسايت المسؤوله عن البرودكشن للميلانين اللي بيعطي الكلر للسكن، وفي لانجرهانس سيلز. لانجرهانس سيلز هي عباره عن لها علاقه بالاميونيتي وبالاميون سيلز اللي هي انتيجين بريزنتنج سيلز. وفي عندنا ميركل سيلز. ميركل سيلز موجوده كمان في البيزل لاير تشتغل از ريسبتور اللي هي ريسبتور للبرشر والتاتش تمام. اذا اول واحده الميلانوسايت تمام. اذا عندنا هذول احنا بعدنا بنحكي عن الابيديرمس. الابيديرمس المين سيلز موجوده فيها اللي هي الكيراتينوسايت. اذر تايب من السيلز اول واحده الميلانوسايت. الميلانوسايت مثل ما احنا شايفين موجوده وعاده بنلاقيها في البيزل لاير تمام، بتتميز وجود الدندرايتس لها او السيتوبلازميك بروسيس تمام. اذا هذه الخلايا هي المسؤوله عن البرودكشن للميلانين تمام. الميلانين هلا راح يتحرك من السيل بادي ومن خلال هذا البروسيس وينتقل من خلال هذا البروسيس يصير له سيكريشن ويدخل للايش للكيراتينوسايت، فهو اللي بيعطي الكلر للسكن. واضح؟ اذا وين موجوده هذه؟ عاده في البيزل لاير، والدندرايتس بيكون موجود يمكن هون في عندنا سيلز مثل ما احنا شايفين هذا الميلانوسايت، ولها طبعا السيتوبلازميك بروسيس اللي اكستند باتجاه الستريتم سباينوزا. واضح؟ طبعا عدد الميلانوسايت عاده في البيزل لاير اذا بنيجي على البيزل لاير بنعد الميلانوسايت وبنعد الكيراتينوسايت بيكون يعني الريشيو من 1 ل 4 ل 1 ل 10 يعني كل وحده كل أربعة أو كل عشرة كيراتينوسايت في معاهم إيش خلية إيش ميلانوسايت تمام. إذا الراتيو تاعت السيلز بشكل عام
من 1 ل 4 to 1 to 10 ماشي، بغض النظر عن الجندر او الـ او الريس، واضح تمام. هلا شو اللي بيحدد الكلر مثلا؟ يعني نيجي نحكي عاده شو اللي بيحدد الديفرنس بالكلر بتوين، يعني باختلاف الريس، اذا كان مثلا ايجن او كان افريكان او كان يوروبيان او امريكان، شو اللي بيختلف؟ ما له علاقه عدد نمبر، ما له علاقه النمبر اوف ميلانوسايت، هذا بيعتمد على الايش، كميات الميلانين اللي بتنتج داخل هذه الخلايا. تمام واضح. اذا الراشيو للميلانوسايت بالنسبه للكيراتينوسايت من 1 ل 4 ل 1 ل 10 تمام، بيعتمد على البادي بارت. عاده المناطق اللي بتكون معرضه للشمس اعلى فيها ميلانوسايت عددها اكبر تمام، بس ما في اختلاف بالنسبه للريس او بالنسبه للجندر بين ميل وفيميل او بين شخص مثلا اسيوي او افريقي او اي ريس. اللي بيختلف فونا ما العدد ثابت نفسه، بس اللي بيختلف ايش، كميه الميلانين اللي بروديوس عن طريق هذه السيلز ودخلت الكيراتينوسايت. واضح. في لانجرهان سيلز موجوده بالستريتم سباينوزم مثل ما احنا شايفين، هي مثل ما حكينا هي ستار شيبد سيلز، وهي عباره عن انتيجين بريزنتنج سيلز، هي اميون سيلز. واضح. في ميركل سيلز كمان موجوده عاده في البيزل لاير، واكت از تاتش او البريشر ريسبتور تمام. واضح. وفي شيء لحد الان من مش واضح في المحاضره؟ طيب، تحت الابيديرمس في الديرمس الكونكتيف تيشو لاير. هلا الكونكتيف تيشو لاير مثل ما حكينا هي اللي بتعطي الميكانيكال سبورت للديرمس، هي بتعطي يعني الديرمس كونكتيف تيشو لاير بتعطي ميكانيكال سبورت للابيديرمس، وبرضه هي اللي بتربط السكن مع الهايبوديرمس، مع السوبرفيشال فاشا الموجوده تحت السكن. برضه مثل ما حكينا قبل شوي بتحتوي على بلاد فيسلز، النيرفز، الريسبتورز معظمها موجوده داخل ايش، داخل الديرمس تمام. مثل ما حكينا الابيديرمس كونها ابيثيليال لاير هي افاسكولار، ما بيصلها بلاد فيسلز، فنيوتريس راح تنتقل من الديرمس على الابيديرمس عن طريق الديفيوجن. طيب عاده اذا بتطلع احنا على السيرفيس او الانترفيس بين الابيديرمس والديرمس مثل ما احنا شايفين هو ايش، الريجولار، يعني مش فلات. واضح. الريجولر ليش؟ لانه بسبب وجود ايش، بروجكشنز من الديرمس، بنسميها الديرمال بابيلا، هذه هي البروجكشنز من هاي اللي بتدخل باتجاه الديرمس، شو بنسميها، الديرمال بابيلا، وبتعمل زي انتر ديجيتيشنز مع ايش، مع بروجكشنز مشابهه لها من الابيديرمس اللي هي هذا شايفينها، هذا بنسميها ابيديرمال ريدجز. واضح. اذا الانترفيس بين الديرمس والابيديرمس هو الريجولار بسبب وجود الديرمال بابيلا من الديرمس، والابيديرمال ريدجز من وين، من الابيديرمس. طبعا هذا الباترن تعرفوا البيومتريك الفينجر برينت، البصمات اللي بتاخذوها من الفينجر تيب، من الفينجر. واضحه. طبعا هذا الباتن تاع الديرمال بابيلا مع الابيديرمال ريدجز هو اللي بيحدد شو اسمه الفينجر برينت لكل شخص، وعاده بيكون هذا الباتن يونيك تمام لكل شخص، لذلك ما في تشابه بين الاشخاص. واضح شو الفينجر برينت؟ اول مره بنعرف. شو اول مره بتعرف؟ شو بالضبط اول مره بتعرفه؟ لانه هاي شكل الابيديرمس والديرمس هي اللي بيحدد الفينجر برينت. هي الفيرشنز الموجوده على السكنز هي سببها وجود اللي هو ايش، اللي هو هذا الباترن تاع بين الديرمال بابيلا والابيديرمال ريدجز. واضح. طيب عاده الديرمس تقسم لتو بارتس، في عندنا الابر بارت اللي هو السوبرفيشال بارت اللي هو الاوتر بابيلر ديرمس، بتكون من هذا العتم من لوز كونكتيف تيشو، بينما الديب بارت اللي هو الريتيكولار لاير اوف ديرمس تحتوي عاده هون الالاستيك فايبرز. الالاستيك فايبرز هي مثل ما شايفين بروفايد الالاستيسيتي اوف ذا سكن تمام. اذا عندنا بابيلر لاير اللي هي تحت الابيديرمس مباشره، وفي عندنا الريتيكولار لاير، الانر ريتيكولار لاير بتحتوي على الاستيك فايبر، هاي هون من لوس كونكتيف تيشو تقريبا، وهون من دنس كونكتيف تيشو.
بتكون هون التشو هون ريتش بليش بالإلاستيك فايبر. طيب طب شو الديرمال إبيديرمال جانكشن؟ الديرمال إبيديرمال جانكشن هو مثل ما حكينا هو الانترفيس بين الإبيديرمس والديرمس. ليش راح يتكون؟ طبعا في عندك إبيثيليال لاير أو آخر لاير من تحت أول لاير شو بنسميها البيزل لاير، تمام؟ وبعدين عندنا راح يتكون إذا هذا الديرمال إبيديرمال جانكشن اللي هو كونكت الديرمس مع الإبيديرمس، تمام؟ أو كونكت الإبيديرمس مع الديرمس، بتكون من البيزل لاير، تمام؟ أو من الهيميديزموزومز بين السيلز الموجودة في البيزل لاير مع البيسمنت ممبرين. طبعا هون نمثل هذا البيسمنت ممبرين وهذا السيلز تاعت البيزل لاير، صح؟ وتحت عندنا ايش؟ الديرمس، واضح؟ اذا الديرمال ابيديرمال جانكشن بتكون من الهيميديزموزومز الموجوده بين السيلز بالبيزل لاير والبيسمنت ممبرين والبيسمنت ممبرين نفسه. وفي عندنا انكورينج فيبريلز، هذول عباره عن تربط اللي هو الكولاجين الموجود في البيسمنت ممبرين تايب 7 مع تايب 1 الموجوده في الديرمس، تمام؟ بس هذا كيف الكونكشنز او كيف مربوطات الديرمس مع الابيديرمس. طيب نيجي هلا على الفروقات بين الثيك والثين سكن. شو اول فرق خلنا بين الثيك والثين سكن؟ الثيك سكن وين موجود بالبادي؟ لما نحكي ثيك سكن زي البالم والسول والسول فوت. طيب على البالم والسول من الفوت، والثين سكن اللي هو الموجود باللي يعني بكل بالبادي بارت، كل البادي بارتس اول اوفر ذا البادي، هذا بنسميه ثين سكن، بينما الموجود في البالم والسول بنسميه ثيك سكن، تمام؟ طبعا لا بعيدا يعني كونه ثيك سكن، لما نجي واحد نحكي له ثيك سكن شو يعني؟ مين بيعرف؟ من عنده يعني ناصح؟ لا بنحكي هذا الشخص عنده ثيك سكن شو يعني؟ مور كيراتينايز. ايش؟ مور كيراتينايز. لا 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 هي مش ملوش علاقه بالهيستولوجي، بس بشكل عام يعني بحسش يعني لا جلده تميك، بنسميه مبلد مبولد بيحكي عنه، صح؟ تمسح تمسح، مش فارقه معه شيء، قول هذا فيكس. طيب شو الفروقات بين الثين والثيك سكن؟ هلا الثيك سكن في فرق واحد كنا نحكي عنه لما كنا نحكي عن الابيديرمس، انه مش موجود فيه ستراتم كورنيوم. لا ستراتم لوسيديوم مش موجود. لوسيديوم اي بالضبط. لذلك في الثيك سكن في عندنا 5 لايرز، بينما في الثين سكن في عندنا 4 لايرز. طيب الستراتم كورنيوم عاده بتكون ثيكر، موجوده وين؟ في الثيك سكن اللي هي السوبرفيشال لاير، هاي الديد سيلز المعبيه كيراتين، بتكون يعني مور بروميننت في الثيك سكن. برضو ال الديرمس الموجود في الثيك سكن بيكون ثينر، تمام؟ انها الثيك سكن له ثينر ديرمس. وبرضه دائما الثيك سكن مثل ما احنا نشوف في البالم او في البالم او في السول فوت ما في لا هير ولا في سباشوس جلاند. سباشوس جلاند هلا كمان شو رح نحكي عنها، هي اللي بتبروديوس السيبم اللي بيخلي دائما السكن سوفت ورطب، تمام؟ بتمنع الدراينس بالسكن، واضح؟ اذا الثيك سكن 5 لايرز لانه بسبب وجود الستريتم لوسيديوم. الستريتم كورنيا بتكون ثيكر، الديرمس بتكون ثينر بالنسبه للثيك سكن، ما في لا هير ولا سباشوس جلاند، واضح؟ هاي الفروقات بين يعني بشكل مبسط بين الثين والثيك سكن. لما نجي نحكي عن الثيك سكن نقصد الايش؟ نقصد البالم والسول فوت. طيب هي خلصنا من السكن. هلا تحت السكن شو في عندنا؟ حكينا لاير بنسميها الهايبوديرمس، او شو سميناها؟ السبكوتينوس لاير، او شو بنسميها؟ السوبرفيشال فاشيا. هي عباره عن لاير موجوده تحت السكن، تحت الابيديرمس وتحت الديرمس، هي نوت بارت اوف ذا سكن، بس هي لوز كونكتيف تيشو بيحتوي على لارج اماونت من الفات سيلز، واضح؟ اللي لما نحكي عن السوبرفيشال فاشيا. هلا تحت السوبرفيشال فاشيا شو في عندنا؟ deep one deep fascia. إذن هي layer تاعات البادي from external to internal، في عنا السكن اللي هي الإبيديرمس والديرمس، صح؟ تحتيهم شو في عنا؟ لما نشيل السكن نشوف layer من loose connective tissue فيها fat cells، هاي superficial fascia.
تحت السوبرفيشال فاشيا في عنا ايش؟ ديب فاشيا. ديب فاشيا من دينس كونكتيف تيشو، هي اللي بتغطي الاورجانز، هي اللي بتغطي المسلز. واضح؟ اذا سكن هايبوديرمس او سوبرفيشال فاشيا، بعدين عندنا الديب فاشيا. طيب نيجي نحكي عن سكن ابندجز على السريع، مش راح ندخل في تفاصيلهم. اول شيء الهير، الهير مثل ما بنعرف هو عباره عن elongated keratinized structures، هو عباره عن بس كيراتين بيطلع من شيء بنسميه الهير فوليكلز. الهير فوليكلز هي عباره عن invaginations من الابيديرمس باتجاه، اذا مثل ما احنا شايفين في invagination هون من الابيديرمس لداخل ايش؟ لداخل الديرمس. راح يعمل هذا بنسميه invagination، راح تعمل الهير فوليكلز، وبنهايته في زي dilatations، هذا بنسميه الهير بلب. تمام، هذا بيطلع منه السكن، مش حندخل في التفاصيل كثير. طيب طبعا في الهير فوليكلز مثل ما حكينا، هو الانفاجينيشن من الابيديرمس باتجاه الديرمس راح يعمل الهير فوليكلز. في عندنا ماسلز عاده اسوشيتد مع الهير فوليكلز، للريكتور بيلي ماسلز او الريكتور بيلي ماسلز. الريكتور بيلي ماسلز هذا اللي بنشوف لما واحد يخاف بنحكي شعر جسمه وقف. ليش؟ لانه هنا بسبب هذا، بسبب اللي هي الكونتراكشن تاع هذا السموث ماسلز الريكتور بيلي ماسلز. تمام، في عندنا جلاند بنسميها السيباشوس جلاند. السيباشوس جلاند هذه اوبن على الهير فوليكلز، مسؤوله عن اللي تعمل سوفتنينج للسكن وللهير. تمام، هلا راح كمان شوي راح نحكي عنه عشان هيك بنكون نقول شعره زيت. يعني هذا او بنحكي واحد بشرته جافه، واحد بشرته دهنية. هلا راح نحكي عنهم، هو السيبم، هو السكريشن تاع السيبم، هلا راح نحكي عنه شوي كمان بالتفصيل. طبعا الهير مش مطلوب منكم تعرفوا عنها هاي التفاصيل، موجود طبعا في كل البادي مثل ما بنعرف، بس في مناطق ما فيها هير، مثل مناطق البالمز والسول فوت، الليبس، مناطق في الاكسترنال جينيتيليا سواء بالميل او الفيميل، مثل الجلانس بينس والكلوتريس والليبيا منورة بالفيميل، والجلانس بينس في الميل، هذول ما فيهم هير. تمام، طبعا الهير اناتومي، عاده الهير هذا الالونجيتد كاركترايز ستراكشرز، في عندنا السنترال ميدلا ومحاطه بالميدلا ومحاطه بالكورتكس، وبعدين عندنا الاوتر بارت اللي هو السترونجست بارت او الموست هيفلي كاركترايز بسموه الكيوتيكلز. طيب السويت جلاند، هلا كجلاندز والسويت جلاندز وين موجوده؟ موجوده في الديرمس. تمام، بس راح تاوبن على السكن، على الاوتر سيرفيس للسكنز. السويت جلاندز في عندنا تو تايب من الجلاندز، مثل ما احنا شايفين هنا تو تايبس، واحد بنسميه الايكراين، واحد بنسميه الابوكراين جلاندز. مثل ما احنا شايفين الابوكراين الايكراين اوبن دايركتلي على السيرفيس للسكن. تمام، بينما الابوكراين جلاندز اوبن على داخل الهير فوليكلز، ومن الهير فوليكلز راح تطلع السكريشنز للسيرفيس اوف ذا سكن. طبعا الايكراين، نوع السكريشن بالايكراين جلاندز، طبعا هي مثل ما حكينا الايكراين اللي هي اللي بتفتح وين؟ اوبن دايركتلي على السيرفيس اوف ذا سكن. نوع السكريشن عاد بسموه ميروكراين سكريشن. شو ميروكراين سكريشنز؟ اللي هو السكريشن عن طريق اكسوسايتوسيس. تمام، السيلز بتضل مثل ما هي، ما بتغير عليها اي شيء، بصير الاكسوسايتوسيس عن طريق السيل ميمبرين. تمام، اللوكيشنز معظم البادي، هاي موجوده بمعظم البادي. تمام، السكريشن عاده تنتهى بسموها ووتر سكريشن، كلير ووتر سكريشن، لانه معظمها عباره عن ووتر، وهذه عاده السكريشن تاعت الايكراين جلاندز مش هي اللي بتعمل الرائحه. تمام، هلا اللي بتعمل الرائحه عاده بنسميها الابوكراين سكريشن، الابوكراين جلاند، الابوكراين سويت جلاند. ابوكراين من اسمها مثل ما احنا شايفين، لانه طريقه كيف السيلز بتعمل، يعني بتريليس السكريشن تاعتها وريليس السويت، اللي هو كل الابيكال بارت من الجلاندز كله بنفصل عن الخليه. تمام، هو الابيكال بارت بنشد اوف. تمام، وبرجع السيل ميمبرين بيرجع يبني مره ثانيه، وبترجع السيل مثل الاول، بس الابيكال بارت اللي هو فيه الجرانيولز او فيه السويت كلياته راح ايش؟ راح ينفصل عن الخليه. تمام، هون عاده السكريشن تاعت الابوكراين جلاندز مثل ما حكينا هذه ايش؟ open into the hair follicles. هاي هون شايفينهم تفتح الهور فوليكلز، وبعدين السويت بيطلع عن طريق الهور فوليكلز ليوصل السيرفيس اوف ذا سكن.
طيب هون السكريشن تاعها بتكون فيسكوس وكلاودي. هذه وين موجوده؟ هذا وين موجوده؟ اكثر شيء موجوده في الارم بيت، في منطقه الابط او منطقه الجروين، منطقه الفخذ. تمام. اذا هي هذه المسؤوله، هي عاده هي بروفايد جود نيوتريينتس سورس فور ذا بكتيريا. هلا الشيء لازم نعرفه انه السويت سواء كانت من الايكراين او الابوكراين، السويت نفسه ما له رائحه. تمام. هلا شو اللي بيعمل الرائحه؟ اللي بيعمل الرائحه عاده السكريشنز السويت المفروز من الابوكراين جلاند بيكون عديم الرائحه، بس في منطقه كونه بيحتوي على مواد جاذبه للبكتيريا، provide good source للنيوتريينتس للبكتيريا. البكتيريا هون شو اللي راح يصير؟ البكتيريا يعني بتعمل تكسير لهذا للسويت، والتكسير هذا بينتج اسيدز، الاسيد هاي هي اللي بتطلع الرائحه. بس السويت جلان السويت نفسه العرق ما له اي رائحه. تمام. الرائحه اللي بتصير اللي هي عن طريق ايش؟ السويت الريليس من الابوكراين جلاند. ليش؟ لانه هو ايش مثل ما حكينا يعني بتجمع البكتيريا، البكتيريا بتصير تعمل بتكسر للسويت، فراح يتكون اسيدز، والاسيد هي تطلع الرائحه. تمام. لذلك معظم الديودورانتس او المزيل العرق هي عباره عن يعني مواد تخلص من الـ من الـ من البكتيريا في منطقه الابط. المنطقه اكثر شيء بيستخدموها مزيل العرق منطقه الابط، هي مناطق بس يعني هي مناطق يعني تحاول تخلص من البكتيريا الموجوده في منطقه الابط. تمام. دكتور تفضل. بس الاول حكينا عن الثن سكن والثيك. حكينا الثيك موجود بالسول والبالم. كمان موجود بالابر باك، هيك كان مكتوب بالسلايدات. ترجع لهذا. طيب هلا لما نيجي نحكي هون الابر باك، هون الابر باك، في الابر باك لما نيجي نحكي عن الديرمس مع الابيديرمس. تمام. بس الابر باك هون لا يصنف ثيك سكن. لا عاد شو هو الثيكست؟ لانه هون الثيكست. بس ثيكست ليش؟ لانه الديرمس هون في الابر باك الديرمس فيري ثيك. لما احنا صنفنا ثيك وثين بالنسبه للابيديرمس بس. يعني هناك لعاد شو صنفناها؟ يعني باعتماد على الإبيديرمس بس، يعني إنه وجود الخاف 5 layers. تمام. وجود الفايف layers وما في هير وما في سيباشوس جلانس، هذول إيش؟ هذا عادة الثيك سكان، خصائص الكاركترستيكس أو الفيتشر تاعت الثيك سكان. هنا ليش ثيكست؟ ثيكست لأنه الـ في الأبر باك، لأنه الديرمس يعني الثيك تاعته عالية، بس مش الإبيديرمس. تمام. على الابيديرمس لا، الموجود في السول والفوت هم يعني هو الثيكر سكن موجود هناك. تمام. هون ماشي بوصل ل 5 ملم، بس هون بسبب انه الديرمس هون ثيك. تمام. بس انا حكيت لكم يعني ما تخربطوش بين الموضوع، هون ماشي ثيك سكن، بس احنا ثيك وثين سكن نعتمد على الابيديرمس، على الثيكنس للابيديرمس. تمام دكتور. هلا يعني الثينست سكن موجود في الايلتس. نلاحظ يعني بعض لحظة انت عادة بالليل اذا انت يعني اذا الضوء شغال او الضوء تقدر وانت مغمض عيونك تقدر تعرف الضوء شغال ولا مش شغال، صح؟ صح، لانه لسه في لايتس، كونه السكن الموجود في الايلتس فيري ثين، فاللايتس لسه ممكن بيسمح دخول كميات يعني قليله من اللايتس للاي. واضح؟ واضح دكتور. اذا عرفنا شو الكلاسيفيكيشن، شو الفرق بين يعني نعتمد احنا في الكلاسيفيكيشن للثيك والثين سكن على الابيديرمس. الابر باك نعم هو الثيك سكن موجود بالابر باك، بس هون هو ثيك لانه الديرمس سونا فيري ثيك. واضح؟ تمام. طيب السويت جلانس سباشوس جلان برضو موجودين داخل ايش؟ داخل الديرمس واوبن على الهير فوليكلز. طبعا نوع السكريشن تاعهم هي شو السبستانسز
هي بروديوس اولي او واكسي سبستانسز ماشي بنسميه سيبم. السيبم هذا هو مسؤول عن ايش؟ هو راح يطلع على الهير فوليكلز ومن الهير فوليكلز راح كمان يوصل للسيرفيس اوف ذا سكن. مسؤول هو اللي بيعطي اللي هو بيخلي السكن تاعنا سوفت، بيمنع الدراينس لل يعني المين فانكشن له انه يمنع ايش؟ يمنع الدراينس ويخلي دائما السكن والهير سوفت. تمام، هذا هو اللي كنا قبل شوي نحكي عنه انه هو واحد مثلا هذا نوع بشرته جافه او بشرته دهنيه بيعتمد على السكريشن، كميه السكريشن من السيبم. تمام، في ناس السكريشنز للسيبم بالبادي او بالسكن تكون قليله، هم نسميه البشره الجافه، او عنده شعر اللي هو بسموه شعر جاف او دراي، واضح؟ او بعض الاوقات بنسميه اللي هو يعني بتوصل انه الشعر او الجسم بيكون يعني دهني يعني زيتي. تمام، لانه بسبب انه السكريشن للسيبم بيكون يعني فيري هاي. نوع السكريشن مثل ما احنا شايفين بسموه هولوكراين سكريشنز، بسموهم هولوكراين جلاندز. ليش؟ لانها كل الخليه بيصير لها ربشر، واضح؟ خلاص خليه بتنفجر وبتعمل ايش؟ ريليس للسكريشن تاعتها، واضح؟ اخر شيء عندنا النيلز. النيلز مثل ما احنا شايفين مثلها مثل السكن تقريبا مثل الهير، هي عباره عن ايش؟ كيراتينايزد سيلز، بليت اوف كيراتينايزد سيلز موجوده مثل ما دائما النيلز موجوده على الديستال سيرفيس او الدورسال سيرفيس من الديستال فالينكس موجود. عاده النيلز بتقسم لثري بارتس، واحد بنسميه الروت، وفي عندنا البادي، وفي عندنا الفري بارت، فري ديستال بارت. طبعا هون النيلز تكون موجود على الابيديرمس على السيرفيس، بس هون شو بتكون تحتيهم لايرز؟ ما في ستريتم كورنيوم وستريتم لوسيديوم او ستريتم جرانيولوزم، مباشره راح يكون تحتيهم البيزل لاير وفوقيها الستريتم سباينوزم، واضح؟ هذا بس مطلوب منكم تعرفوا عن النيلز. طيب يا اي اسئله عن المحاضره؟ دكتور بس سؤال عن الحروف. عن الحروق اه هلا بالثيرد ستيج بيكون واصل للديرمس او الهايبوديرمس، طيب بالفيرست والسكند لاي لاير بالضبط بيكون واصل؟ والله ما عندي فكره، بس انه يعني بالفيرست انا بصراحه يعني ماشي الثيرد لاير ممكن يوصل هايبوديرمس، لذلك ما فيش يعني بالثيرد بالدرجه الثالثه حروق الدرجه الثالثه عاده خلص يعني هاي بيرمننت بيسموها. تمام، بس يعني وين لاي لاير بصراحه ما عندي فكره، يعني شو اللاير اللي هي اللي اتوقع بالفيرست، بس اتوقع الكورنيوم بس الطبقه السطحيه بس بالفيرست. السكند لاير ممكن توصل للسباينوزا، بس ما البيزل لاير ما راح يوصل للبيزل لاير، واضح؟ اذا عشان نخلي السيلز يعني السكن ممكن يصير له ريجينريشن، يعني البيزل لاير لازم يظل، لانه مثل ما حكينا الستيم سيلز وين موجوده؟ في البيزل لاير، صح؟ اذا بالفيرست والسكند يعني البيزل لاير يعني ما مش واصلها الحريق، عرفت كيف؟ اتوقع البيزل لاير بس الستريتم كورنيوم اللي هي السيرفيس لاير، اما بالضبط وين بصراحه ما عندي معلومه. تمام دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. في اسئله ثانيه؟ طيب بس معلومات سريعه عن الامتحان. امتحان 50 سؤال، الوقت ساعه، 50 سؤال وقت ساعة. طبعا نعرف انه موعد الامتحان 7/1 نعم، والفاينل 14. امبارح بعثت لكم التوزيع اللي بعثت لكم اياه امبارح فيه بس اختلاف بسيط. هلا البايوكيمستري والبابليك هيلث راح يجي على نفس المحاضرات، راح يجي لكم بالفيرست وبالسكند. هلا بعثت لكم بالميد وبالفاينل، بالميد وفاينل، سوري بالميد وفاينل. بابليك هيلث راح تدخل كمان فاينل؟ سؤال تمام سؤال. طب دكتور ليش يعني البابليك هيلث محاضره والفيسيو داخل المحاضره، ليش الفيسيو عليها 3 اسئله والبابليك هيلث واحده؟ مش فاهم ايش الفيسيو داخل معنا محاضره واحده بالمد والبابليك هيلث محاضره واحده، بس البابليك هيلث عليها سؤال واحد والفيسيو 3 اسئله. لانه الفيسيو اهم. دكتور مش عندنا علامات. ليه مش معدل المحاضرات؟ يعني عندك بشكل عام عندك 3 محاضرات في السيولوجي، 3 صح ولا 4؟ صح 3، بينما بابليك هيلث واحده. بعدين بابليك هيلث يعني هي انا بصراحه سالت الدكتور هو حكى يعني كونها محاضره واحده خلص يعني ميد وفاينل، يعني واللي هي يعني اذا بدنا على قسمتكم هذه بس تخط بالميد بس، يعني
كونها محاضرة واحدة، بس كونهم هم والبيوكيمستري محاضرات قليلة راح يأخذوا على الميد وعلى الفاينل على نفس المحاضرات، ما راح شيء راح يتغير يعني. تمام. طب دكتور ممكن شغلة أخيرة؟ تفضل. هسه مثلاً يعني مش يعني أكثر كثير منا مش راح يكون دارس إشي من مادة الفاينل على امتحان الميد، فبس اللابات تشمل مادة الميد والفاينل يعني، وفيها مواضيع الواحد يعني لما يجي يفتحها مش دارس إشي من مادة الفاينل عشان يقدر يفهم الموجود باللاب. مش عارف هل ممكن نخلي للفاينل اللابات؟ والله الفاينل يعني بصراحة لأنه اللابات هو النظام يكون بامتحان الميد، هيك النظام يعني. مو ما فيش بيناتها غير سبعة أيام. مش عارف لأنه أنا صرت تقريبا موزع الجدول، وال يعني التعليمات بتحكي له اللابات عادة والسمول جروب ديسكشن هذول يكونوا بالميد. طب دكتور يحصل النص بالنص يعني، نص اللاب بالميد ونص الثاني بالفاينل، يعني مادة اللاب بتاعت الميد تدخل بالميد ومادة الفاينل بالفاينل. اه بالضبط هيك عملوا بالإندوكراين. انتوا عن ايش قصدكم؟ عن اللاب الاناتومي ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام يعني بشكل عام. نفس المشكلة والله ما يعني بصراحة مش يعني هذه التعليمات مش منا كمنسقين، هذه التعليمات بالكلية. كيف؟ طب دكتور بالإندوكراين هيك عملوا نص بنص، اللابات قسموهم كمان نصين. اللابات قسموهم نصين بالإندوكراين. والله أنا لا مش راح أحكي لكم، مش راح أحكي لكم كل الأسئلة، مش عارف والله. طب خليني بشوف دكتور. يعني مادة الثيوري يكون لابها معها بالامتحان تبعها؟ خليني أشوف دكتور. أنت كريم وإحنا بنستاهل يا سيدي. إن شاء الله يعني ما فيش مشكلة. إذا يعني إذا ما في مشكلة أنا ما عندي مشكلة يعني، إذا هذا بسهل عليكم بالعكس يعني ما عنديش أي مشكلة. آه دكتور والله يعني بندعي لك كمان. ما يكونش يعني بتعارض مع تعليمات بالكلية يعني، هذا أهم شيء يعني. عرفتوا كيف؟ فراح أشوف، معناه أنا وزعت بصراحة يعني تقريبا بعثت لكل واحد كم مسألة هيك، راح يعني أضطر أغير كل شيء. بس مع ذلك راح أشوف إن شاء الله، إذا في إمكانية وما كان في أي مشاكل بالموضوع راح نحاول نحط لكم يعني اللابات أتليست لاب الأناتومي أتليست. إنه إيش؟ إنه يكون ما ميد وفاينل. والله الباث أهم. والله خلينا نتعشوف اليوم برضه الخبر. باثوا 90 سلايد اللاب. 90 سلايد اللابات. طب خلينا نتعشوف من هون للمساء برضه، من هون لبكرة إن شاء الله برضه. تمام إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. طيب قبل ما تروحوا يعني اللي بيسمع المحاضره هلا واللي بيسمع المحاضره اللي جايه هلا، موضوع وقت الامتحان تمتحنوا تنزل علاماتكم مثل ما هي. اللي بصير معاه مشاكل، هاي كلامي واضح مشان ما حدش يصير يبعث لي ايميلات وما يبعث لي ايميلات. اللي بصير معاه مشاكل دخل على السيستم يعني ماشي، ممكن في طلاب ممكن دخلوا على السيستم. اول شيء امتحان الميك اب هون في الجامعه، السي ار موجود مش موجود صح؟ لا انت خبرهم والله، اكيد في عندكم جروبات للكذا. اول شيء امتحان الميك اب في هون في الجامعه تمام، فالكل يحاول يمتحن امتحان عادي لانه امتحان هون ميك اب يعني راح يكون امتحان راح يجي على الجامعه هون. الشغله الثانيه تمتحن الامتحان ما حدا يسالني، ما حدش يبعث ايميلات عن العلامات او في بونص ما بونص على الاغلب ما فيش. اذا في اسئله فيها مشاكل انا راح اتواصل مع المدرسين المساقات المدرسين الموجودين في المساق وراح نحل المشكله، تاخذوا علاماتهم اذا في مشاكل. ما فيش مشاكل فما في بونص. الشغله الثانيه اللي بيصير معاه مشكله بالسيستم بيحكي علق او ما علق، كل شيء ببين عندنا يعني انه يعني احنا فيش واحد داعي يجي يحكي لي. في بعض الطلاب بيجي مثلا بعض الاوقات بيحكي لك والله دكتور علق معي السيستم، هو بتلاقي 50 دقيقة تلاقي داخل ممتحن 47 أو 48 بس 3-4 دقائق، يعني هذا لا يعتبر أنه علق مع السيستم. ماشي فهو خسر 3-4 دقائق، هي الأمور زي هيك يعني، ما فيش بيدينا إيش نعمله. لا تلومونا بهذه الأشياء، هذه التعليمات. حتى الوقت ساعة أو ساعة وخمس دقائق أو ساعة وعشر دقائق، هاي كلها تعليمات بتجينا، إحنا ما بنعمل إشي من راسنا. عرفتوا كيف دكتور؟ One way يعني هذا كلياته إحنا ما إلنا أي فيها، إحنا تجينا التعليمات وبنعمل. إحنا بس وظيفتنا نحط الامتحان ونحط ونتبع التعليمات اللي بتجينا سواء من الكلية، حتى معظمها تعليمات مش من الكلية، تعليمات من الرئاسة بصراحة يعني. عرفت
اوكي انه خلاص الامتحانات تكون ون وي والوقت مثلا يكون ساعه بس للامتحانات الميد والفاينل تمام. فيعني ما فيش داعي نسوي اللخبطه وحتى اللخبطه اللي عملتوها بالاندوكراين سيستم ومشاكل ما مشاكل هذا كله مش مسموح. حتى لو حدا ثاني يتساهل معك انا بصراحه ما بتساهلش بهذه الاشياء ماشي. اذا لك علامه اذا لكم علامه في سؤال في اي سؤال في مشكله تاخذوا علامته ما في عندي اي مشكله. اما تيجي تحكي لي السيستم موقف ما السيستم موقف اذا دخلت 3 4 دقائق او 10 دقائق والله هذا انا لحالي بدون ما تحكي لي انت انه صار معك مشكله انا راح اكون عارف انه صار معك مشكله ودخلك على امتحان الميك اب تمام. اما تيجي تحكي لي يعني كل شيء بوضح متى الطالب دخل متى الطالب شو الطالب عدد الاسئله اللي حلها شو عدد الاسئله اللي شافها اللي مر عليها كل شيء راح يواضح. طبعا الاسئله النظام فورمات اللي هي اللي هو البانك تبع الكويستشنز هذا تمام. راح مش شرط انه كل الطلاب يجي لهم على يعني اسئله متساويه اسئله متشابهه بس مستوى الاسئله بالعاده يعني مستوى الاسئله متشابه تمام متساوي. خلينا نحكي واضح الأسئلة مش شرط يجوا مثل بعض بس كمستوى متشابه. هلأ والله يعني هذا أنت عرفت تحل السؤال هذا وما عرفتش تحل السؤال هذا فهذا أنك مش دارس على الموضوع هذا ودرست على الموضوع هذا وصار السؤال لك سهل. يعني في بعض الطلاب يجي يحكي لي كانوا يحكوا أنا أجت لي أسئلة سهلة وأنا صعبة وزميلي أجت له أسئلة سهلة. ما فيش شيء صعب ولا سهل هي أسئلة من نفس المستوى بس الفرق انك انت دارس على موضوع وهو دارس على موضوع او انت هو دارس اكثر او انت دارس اقل. واضح الامور. فهي بشكل عام معظم الاسئله نفس المستوى. في اي استفسارات اي شيء قبل ما نخلص دكتور؟ محاضرات الامبريولوجي مش داخله غير بالفاينل صح؟ الامبريولوجي نعم بالفاينل. هلا اللي داخل بالميد مره ثانيه بالاناتومي بالنسبه للاناتومي طبعا الابر ليمب شولدر وارم وفور ارم وهاند طبعا هذا بيشمل الابر ليم كامل اللي هن السكيلتون والجوينت والمسلز. واضح الاكزيال سكيلتون 1 تاعت وداخله تمام. المسلز للهيد والفيس داخله تمام. هذول كلهم داخلين بالميد. الفايلر دكتور النك اللي راح ناخذها بكره النك هي راح على اساس انها داخله بالميد لا بس لا كونها اخذتوها وقت متاخر راح ندخلها بالفاينل يعني شطبت من المد. خلاص ملناش فيها بالمد راح ندخلكم اياها بالفاينل تمام. واضح. اذا بالفاينل راح يكون معاكم اللور ليمب كامل سكيلتون جوينتس مسلز اكزيال سكيلتون 2 ابنديكولار سكيلتون 2 بالاضافه للمسلز اوف نيك بالاضافه للسكن هيستولوجي بالاضافه لمحاضرات الامبريولوجي. لان امتحان الفاينل 50 سؤال 25 سؤال اناتومي. واضح. هلا راح نبعث كل توزيع امتحان الفاينل 50 سؤال 25 سؤال راح يكون على اناتومي نصف الاسئله على اناتومي تمام والنصف الثاني على بقيه المواد. واضح دكتور. مبين على اي منصه حيكون الامتحان وباي وقت؟ والله لسه الوقت لسه ما حددناهم بس راح نخبركم ان شاء الله. المنصه اكزام 1 اتوقع اكزام 1 او اكزام 2 بس ما نخبركم ان شاء الله لسه لان بصراحه ما اشتغلتش ولا شيء في الامتحان بصراحه والله اسئله لسه ما كتبت فنخبركم ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله. دكتور بس عادتناك ما فينا نضيف 5 دقائق على وقت الامتحان عشان بين انتقال بين السؤال للسؤال بياخذ مرات وقت يعني تفادي. بحاول ان شاء الله بحاول يكون يعني 65 دقيقة. يعطيك العافية دكتور. ما بضمن لكم بس راح أعمل جهدي إن أحط لكم 5 أو إذا قدرت حتى 10 بس أتوقع 5 يعني إذا قدرت عليهم لأن التعليمات ساعة فأنا بحاول أتجاوز بخمس دقائق تمام؟ تمام دكتور يعطيك العافية شكرا لكم مع السلامة.